إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Sila ulang ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون به ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حسبك. سؤالان yang kedua daripada surah Al-An'am ayat 149 juzuk yang ke-8 muka surat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا وهم بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
hasbuk. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum. Bermula ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 142, juzuk yang kedua, muka surat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.